ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين في اخر فقراتنا النهارده اللي احنا تعودنا دايما نجيب فيها احد المتخصصين. معانا النهارده الدكتور محمود صديق. دكتور محمود صديق احد المتخصصين في مجال زراعه الفواكه ذات النواه الحجريه او اللي بنسميها مجازا الحلويات. واكيد يعني خير ختام بنحلي معاكم مع الدكتور محمود. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني احنا النهارده عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا ركزنا عليه طول الحلقه بتاعتنا، موضوع الخدمة ما بعد الحصاد، لأن هي دي أعتقد أساس زراعة البرقوق. أنت يعني برافو على حضرتك، أنت حطيت إيد حضرتك على الجرح اللي هو عند الفلاح فعلا وهو مش مهتم بيه. أولا الخدمة بعد الحصاد، الخدمة بعد الحصاد إحنا بنسميها في الإنتاج إن هي 35% من الإنتاج. في مرحلتين أساسيتين بيحصلوا في المتساقطات وبالاخص في النواه الحجريه وفي البرقوق. في مرحله بتحصل اثناء التزهير والعجل، دي مرحله النشوء او بنسميها الانيشيشن، ومرحله بتظهر بعد الحصاد اللي هي التهيئه او تكوين البرعم الزهري اللي هيتكون السنه الجايه، ودي بنسميها الديفرنشيشن. المرحله دي محتاجه برنامج تغذيه ومحتاجه اقلل الحمل الحشرات واي اي معوقات للنمو وامتصاص الغذاء من الشجره، بحيث ان هي الشجره تبقى فيها حمل من الغذاء يقضيها الموسم الجاي. جميل. طب يعني اللي هي بقى قول لي على البرنامج بسرعه كده. اول حاجه ان احنا نهتم بالري جدا، الاهتمام بالري على فترات متقاربه وري سريع. تاني حاجه ان انا اهتم بالتسميد الازوتي والتسميد البوتاسيوم، وادي دورة تنشيط جذور تحت لان المرحلة دي، وادي دورة للعفن الجذور، ودي حاجة مهملة جدا لان عفن الجذور هو بيعيد اصلا امتصاص المية والغذاء اللي في التربة. تاني حاجة بدي اعمل رش ورقي بالنسبة للتغذية، عندي بخلط حاجة زي المستر والسرال، دي عشرينات وانزيمات نباتية، مركب تركي من احد الوكالات التركية الممتازة جدا، وبخلط معاها احماض امينية بقى عناصر صغرى، حاجة زي الفولفين، حاجة زي الاسبيد، مركبات من مركبات فارماسيوتيكا. تاني حاجة بعمل رش حشري زي برضو ما احد المزارعين اتكلم، على فترات متقاربة كل 20 يوم ادي رشة حشري طول موسم النمو، ما هملش في رش الحشري لان انا عندي يجي يعني ما يقرب من 10 حشرات او 10 انواع من الحشرات بتصيب البرقوق، عندك الصقبات وعندك خنافس القلف وعندك الحشرات القشريه وعندك الحمراء اللي هم بيسموها الاقاروس او العنكبوت الاحمر، وعندنا حفار الساق نفسه بانواعه الطويل والقصير. يعني ده الحاجات دي الحاجات اللي الحاج مديان قالها، بس النهارده الدكتور محمود بقى بيفسرها لنا كده بشكل فلازم يعني منظم. فلازم الاعراض اللي بتظهر من التصمغات والثقوب اللي بيحصلها الخنافس وامتصاص الغذاء بالحشرات الثاقبه المص زي الاقاروسات وزي الحشرات القشريه وزي المن، بيجي له من وبيجي له ثقوبات للبراعم كمان، الانارسه. فبالتالي لازم ارش مبيد حشري قوي، مبيد حشري قوي يكون متخصص ويكون عام زي ما انت ذكرت قبل كده، بحيث ان هو يلم دوره الحشرات دي كلها ويكون بيجيب الاطوار كلها. يعني الهوكي بالنسبه لنا الهوكي من الحاجات المميزه جدا لانه كلورو بيروفوس ومصايل وفي صوره نقيه وفي مواد فعاله بتنشط الماده، المواد حامله بتنشط الماده الفعاله نفسها. جميل جميل. بالاضافه اللي انا في رشه مهمه جدا بتبقى رشه جماعيه، بنخلط الفيرت ماكس مع الهوكي. الفيرت ماكس مع الهوكي بيعملوا الكومبيشن بين المركبين دول، بيجيبوا جميع الاطوار وجميع الحشرات. يعني طبعا بيجيبوا جميع الاطوار وجميع الحشرات. الحشرات بقى اذا استنشقت التركيبه ديت ماتت، اذا لمستها ماتت، اذا اتغذت عليها ماتت. يبقى احنا كده حصرنا الحشره تماما. دي كانت يعني نصايح حضرتك بالنسبه لموضوع الخدمه فيما بعد الحصاد. تمام.